هذا انسان من الفروسيه الاولى. بوسريج بوسريج استنات لي هذا الحاج طيب بوسريج 45 عام ركبه فوق العون والحمد لله ربي استرنا ومازلنا حيين ورانا نورو للفرسان الصغار رانا نورو ونعلموهم والله يحفظ ويستر. شوف اللي راهم دايرينها جماعه هذو تاع العيايده ويديروهم العام العام والديهم كانوا يديروهم والديهم ماتوا هما راهم باقين وليداتهم راهم يديروه وهذا المعروف يديروه لله في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له قالنا علموا ابنائكم السباحه والرمايه وركوب الخيل وقال لك داووا مرضاكم بالصدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقه ان شاء الله داوي المرض وراهم يتفرجوا في الخيل والخيل الرسول قال عليهم علموا ابنائكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. هذا الخيل رانا نجو هنايا ناكلوا ونشربوا هما دايرين المعروف والجماعه هذو اللي راهم هنا 500 عاود راهي هنا. قول لها مين جايه؟ خيمت 500 جايه من شلف جايه من شلف جايه من تلمسان جايه من بالعباس جايه من وهران من مستغالي من عند دفله من كل بلاصه راهم جايين الخيل من العطاف والجماعه كاع راهم جايين هنا وراهم معروضين ويوكلوا ويشربوا ودايرين في سبيل الله. سمعت صدقة هذه لله في سبيل الله والثواب للرجال الصالحين ولا للوالدين. الله يقوم هنا ان شاء الله الله يحفظهم ويسترهم الله يداوي مرضاهم والله يجعل صدقة تنفع والديهم يجعل صدقة تنفع الوالدين والله يرحم الوالدين وانتم الله يفتح عليكم راكم تشوفوا هذا الامر والجماعة كاع الله يجمع الرأي الله يجمع الكلمة. ارجو هذو فلاحة ولي راهم دايرين الوعدة ثاني فلاحة احنا نطلبوا العام يخلف لنا السنين اللي فاتت الله يجيب لنا العام الله يجعل ربي يكرمنا بالعام الله يستر علينا والفلاحة هذا فاي قارعوا مساكين يقارعوا في العام الجزائر الله يحفظها والله يسترها والله يعني يبعد عليها الهم والمصايب يبعد عليها الهم والمصايب.